ينوي مجلس النواب التوجه لاستضافة رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني لمناقشة الموازنة وإجراء تعديلات واسعة على المسودة الحكومية من أجل تقليل الإنفاق العام وتشريع القانون لعام واحد فقط فيما نوه عدد من النواب عدم امتلاكهم الحق في اضافه اعباء ماليه جديده ويضيف عدد من النواب انهم قدموا بعض الملاحظات ستتم مناقشتها خلال القراءه الثانيه وان ابرز ملاحظه تم تسجيلها تتعلق بالحجم الكبير للعجز في الموازنه والذي يصل الى 64 تريليون دينار وامور اخرى سيتم طلب ايضاحها من الحكومه عبر اللجنه الماليه مصادر مطلعه افادت برغبه الحكومه بان تكون الموازنه لثلاث سنوات والراي السائد في البرلمان بان يتم تمريرها لسنه واحده فقط وبامكان تقديم مشروع للسنه المقبله خلال شهر تشرين الاول المقبل وتابعت المصادر بان اللجنه الماليه ستكون لها لقاءات مباشره مع رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني للتباحث بشان الموازنه وان صلاحيه البرلمان بشان الموازنه لا تسمح له باضافه مبالغ جديده لذا فان مهامه سوف تقتصر على المناقله الماليه وبينت المصادر ان جميع المؤشرات تدل على ان اقرار الموازنه سيحصل خلال سقف زمني لا يتجاوز الشهر بالتالي فان هذا القانون سوف يكون محكوما بالاتفاق السياسي المبرم بين تحالف اداره الدوله الذي لديه العديد او العدد الاكثر من المقاعد